تدورين علي؟ متأسف كثير زيزي، انتظرت أمي عبين ما تنام. وين زام يا ترى؟ آها لقطك. هي زيزي، ها رايك أنا منبوذ؟ لا يا زيزي، لا. ليه زعلانة مني اليوم؟ مريد أكلمك ثاني. أنت زعلانة؟ كيفك؟ زام يقول لأمي كل شي عني صح؟ ما تريدي تفتح الموضوع؟ صار لك معي 15 سنة مش كده؟ هاي لا تضحك علي، أنت ما رح تقابلني ولا بالاستوديو، خلص سد حلقك. تعرفون؟ سمعي يا زيزي، أنا قررت هذه الليلة غير نطلع إحنا الثلاثة. أريد أشتغل بمركز اتصالات، أريد أعيش حياة طبيعية بعيد عن هالكابوس وبعيد كثير عن أمي. تأخرتي مرتين ثانية، تقريبا فقدت الأمل. حتى لو فقدت الأمل كنت رح تضطر ترجع لي. ليه تأخرتي؟ تأخير مش مقصود بس ممكن يصير. مين اللي يتحكم بالوقت؟ قل لي وش اسمك؟ تعبت من هذا الكلام. مثل ما تريدين، أنا ما عندك، صدقيني ما عندك أبد. اسمك وش اسمك؟ جلال باسل. أبي اسمك الحقيقي. قلت لك جلال باسل الاسم اللي يعرفك فيه الكل، أبغي هذا الاسم الحين. ما أحد يعرفني. الكل عرفوك ورايحين يعرفوك من جديد. مريد أحد يعرفني. تريدين تعرفي مين أكون؟ وقت تحلق وتطير بأجنحتك رح تكشف ويش في جواك. ليه تريدين تعذبيني؟ أتمنى لو أقدر أطير، وقتها بس أكون وياكي. تبي تعرف الحقيقة ولا تتهرب؟ ويش ما تبغي تكون بطل؟ قل لي ما تبغى تصير حلم؟ Jala, 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 jala
وين ودكم تروحون الحين؟ تجربة أداء. وليه تبين تاخذينه؟ ما تكون غبية باسل، التجربة له. وش هالكلام؟ أنت مو قادرة تلاقين شغل وفشلتي. أنا ما راح أسمح لك تاخذينه. اسمع، أنت اللي ضيعت علي الفرص. أنت ما عملت لي شيء ولا تركتني أعمل شيء، بس خليتني أحبل وأترك المسرح. أنا المفروض كنت نجمة. نجمة. ضيعت كل أحلامي مني. ما رح أتركك تعمل نفس الشيء، سامعني؟ اخرس إلى قص لسانك. أنت اخرس، ابلع لسانك الحرمة. وكاد هذه فكرة الهبيلة جوهر. أنا ما رح أخليك تاخذينها بنوب، فهمتي؟ لويش منو حضرتك لاجل تمنعني؟ بس هذا وليد. ما تقلك يا سيدي، رايح أحول لك يا لبنية. مثل بأربع أفلام من قبل، تمثيل وغنى ورقص، يخبل. وديك تحاولين أهلا بنية؟ ها خلنا نشوف. امتهان؟ وش تساوين؟ آمين. مثل ما انت شايف، اجيت الآن لجل أدعي للموات. هذا القبر لمن؟ ما أدري. وجودك هان محيرني، ليه أشوفك بكل مكان؟ ما أدري، عيونك تدور علي في كل مكان، كل مكان. هذا هو السبب؟ تدرين لويش أنا وافقت على الموضوع؟ لويش؟ لجل أشوفك. أكيد جاية. ما تريد تروح على الاستوديو لجل تشوفني وبس؟ لا تكذب على حالك على الأقل. تعرفين زين إني ما أحب التمثيل. تريد تروح لجل تستعرض مهارتك بالتمثيل. أبي أنا مثل دور بنية. لا تجي حبيبي، هذا تمثيل كله تمثيل. أنت ما أنت بنية طالع تخبل. ما أبي ألبس طالوكا. طالع مسيوني وليه؟ وش هذا اللي تسوينه بي؟ ما دخلك. شلون ما دخلني؟ ما دخلك. شلون ما دخلني هذا ولادي؟ تعال يا ولادي تعال. وش اللي تساوي؟ وش اللي تساوي؟ قص لسانك. طبيعي. وش قاعد تعمل للحين؟ كم مرة قلت لك ما تسوي كده؟ طيب سمح لقيت رح تتأخر على شغلك. أنا مريد أروح. وش بيك؟ أنت مخبول يا ولد؟ أنا قمت بدري لجل أروح بيت الست براغنزة ونظفته كله لجل ما يكون عندي شيء باقي النهار. ودها وقت طويل لنوصل. بليز بليز يلا جهز روحك بسرعة. أوه هذا مستحيل. طبيعي منك ما يصير تساوي كده. بليز بليز هذا شيء مهم كثير إلنا يا جاي. إيه؟ وش هو هذا الاسم؟ ما ناديتيني به بعد جيفان بالمرة. حبيبي رح أناديك جاي من الحين ورايح. تتذكر كنت بيوم الأستاذ جاي؟ من اليوم ورايح أنت جاي وبس. أنا مو جاي، أنا جلال.
ما راح تقدر تنجح كبطل أفلام بهذا الاسم حبيبي. خلاص بليز. يكفي. من اليوم ورايح لا. انت صرت جي وليدي جي بطلي جي السوبر ستار. الحرية مفهوم جميل، جناح بيه نطير ونحلق بالسما ونحقق المستحيل. الحر ما ينكسر. وش هي فايدة الحرية إن كانت توصلنا للهلاك؟ حنا جنس خطاء، ولزوم نتسامح مع بعض، لكن بيها أخطاء تدمرنا. انزل. كأني انخلقت من جديد. عطر المكان ما إله أي مثيل. صح، ريحة هذا المكان مهي زينة. هذا المكان أنا مطيقه. اسكت، دايما تقول كلام ما هو زين. بالضبط مثل أبوك التافه. اسمعي، إذا ما تتركين أولادي بحاله تراني أقتلك. ابعد عني، ما بتقدر تعمل شيء، وإذا حاولت تعمل أي شيء يمنعني أنفذ اللي براسي أنا اللي راح أقتلك، فاهم؟ أنا بحلم إنه ولدي راح يصير نجم بعد هذا الفيلم. ها؟ وش أنتي؟ شيطانة؟ ما تعرفين إنه ولدي ما يحب التمثيل؟ أنا اللي بقول شو يحب وما يحب، أنا اللي بقرر، فاهم؟ وهو يريد يصير نجم وحابب هالشيء، أنت اسكت وبس، فاهم علي؟ جوزته لاني كنت امشي اللي براسي، ها؟ ولو انه كان غبي بس على الاقل اعطاك حلاوته. لو كان لليوم لسه عايش ومعنا يا عروب ما كان صرنا مشهورين. معروب معروب انجي جي. واو، هذا اللي اريده. امشي وانت واثق من روحك وراح تفوز اكيد بالدور. بوقتها انا كنت نجم وانتي كنتي كومبرس، لا تنسين هالشي. مين اللي قالك اني كنت كومبرس؟ انا كنت ارفض الادوار الصغيرة. لو ما كان وجهك زين وعملتك بنت وعلمتك شلون تمثل ما كنت راح تصير نجم شهير، فاهم؟ لكن خلينا ننسى اللي قلناه وما نتعارك اليوم يا حبيبي بليز. راح يكون هاليوم الحلو يومنا. مو هو يومنا، هذا اليوم هو يومي من حالي، ولزوم تشوفي وايش راح اساوي. يا خساره، هذا المكان تدمر، بايامنا كان وايد حلو. يا خساره، ما صدق ان رجعنا لهالجحيم مرتين ثانيه. السينما كلها عباره عن وهم. هذا الاستاذ تتذكره؟ معقول؟ مشهد 30 المره السادسه، الكاميرا على الرافعه، سامي صوب الكاميرا. اطلع فوق فوق، اعلى اعلى اعلى. ستوب. اوكي استاذ، تذكرني؟ هذه الايام ما اتذكر حتى نفسي. منى، انا منى ام عروب. صورنا معك 3 افلام. بعد دور جيفان دربان صارت عروب بنيتي نجم كبير. انتي ام عروب؟ اها. منى؟ صحيح. افضل فيلم اخرجته، قليلي شلونها بنيتك؟ ما هو بنت، هذا ابني جي، هذا هو هناك. عروب 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 عندها دقن، شنو هالعالم يا ربي. حبيبتي عروب، ليش انت معصبه مني؟ تعالي اضمك.
جاي وش فيك؟ جاي ليش تحس الحين؟ ليه انت هان؟ تنتظر بطفل غيري؟ نذل جاي الحقير جاي وش بيك في حدود للوجاحة؟ العجوز المسكين هذا واحد حقير. انتبه لكلامك جاي. قلت لك أنا جلال. أنا اللي أحدد وش اسمك. وش رح تساوين؟ تضربيني كف؟ لا تبكي لا تبكي انت ولد غبي اسكت. ما تعرفين غير الضرب ولا شي ثاني؟ اسمع خله يمده زين، ما يعرف يتعامل مع عرباي؟ هذول كلهم مهابيل. اسمع ليه وقف؟ علم هذول المهابيل. ما تعرفينه يمه؟ ما تعرفون تعملون اللي شيء هناك. كده لزوم تخبط. هذا هو الغبي اللي كان دوم يحاول يضايقك وكان يشتغل بالمطعم. ايه تذكرته؟ هذا كان رفيقي الوحيد يمه. تقول انه رفيقك وكان يضايقك وتقعد بعديها تبكي؟ انسان مستفز. لكنه كان يعوضني عن كل شيء. كان دوم يحضر لي بيض وشوربة وأومليت وبطاطا، أذكر كل شيء. علمني متعة تحضير البيض المقلي. لا لا اسمعني جاي، بتقابله في يوم ثاني حبيبي. عليك اليوم أمور كثيرة تشغلك. انتي روحي شوفي العم جوهر وانا روح اسلم عليه. يما انا ارجاكي لا تخافين علي. زين ما تتوخر. تدخل السيدة البارحة، لو له تدخل كان ضربته حتى يتعلم أشياء زينة. أنا قوم بالحركات وهو يلاحق المهابيل. هو بطل هذا المهبول؟ انسى الموضوع يا سليم، ليه دايما معصب؟ حلال المشاكل يحذرنا دايما، حنا مثل جنود الجبهة اللي ينصابوا برصاص، ورغم هالشي الضباط هم اللي يأخذونها لوسمة. هذا نظام فاشل، ما بيلزوم تعصب بعد هيك. والله ما أدري. وش تريد؟ لويه تضحك يا مايع؟ اقلب وجهك مايع. عروب لا تنسين تاكلين البيض كل يوم. عروب لا تنسين تاكلين البيض كل يوم. عروب لا تنسين تاكلين البيض. عروب لا تنسين. انت وش تغني؟ هذه الغنية كنت اغنيها وانا صغير. مين انت؟ نسيتني يا سليم؟ قول مين انت؟ اللي وعدتها باشياء كثيرة. كنت تبي تصير منتج سليم. يا ما كنت تقول انت نجمة يا عروب. عروب؟ وين عروب؟ واقفة قدامك. ها تمزح، اكيد انت اخوها. نفس العينين نفس الضحكة. كيف عرفت عن فكرة صنعنا لفيلم؟ هذه انا عروبة اللي تريد تعمل معها فيلم. أنا ما عندي إخوة. إيه الحين ما تلعب بعقلي.
انت خربت علي الحلم. عروب كانت بالنسبة لي حلمي. اشتقت لها كثير وانت تضحك علي الحين. قول وينها؟ جلال كبر يا سليم. عروب الحين هي حلم من الماضي، هذه الحقيقة. شوف اكتب هبيلة هان، عروب ما هي حلم، كانت هان في الاستوديو. الحقيقة تبدلت. عروب هي جلال اللي هو واقف قدامك. انت تقصد انك عروب؟ بس انت ولد وتدخن يا مهبول. انا اعمل كل شيء، سجاير وطلعات واسهر بعد. المهم الحين انا عرفتك وانت انكرت، مهي مشكلتك. اشوفك، سلام. انتظر. وكلاء التمثيل حرامية لينهم يضحكون عليكم، لكن أنا أختلف عنهم كلهم. ها اسمعوني، أنا اسمي بدر، واللي ما يعرفني يقدر يسأل عني بكل مكان. الشاب اللي تبناه يصير نجم النجوم خلال سنة واحدة، والبنية تصير بشهرين وإن كانت حلوة بيومين. سر صناعة النجوم تراه تحطبطي. إذا عملت هذا الشيء صحيح، حينها رايحة ترتاحين من أيام الغسيل والتنظيف. مين اللي يقول إني خدامة ونظف؟ أنا مدبرت منزل الست مهدية. بالإنجليزية يسمون الخادمة هاوس كيبر. صحيح، وشنت؟ أنا دايما أقول الممثل الزين لزوم يتعاون مع كاتب زين ومخرج زين، لأن الفن يعتمد على روح الفريق. بعد إذنك ما تقاطعيني وخلينا أوضح وجهة نظري لأجل الكل يفهمني. أنا خبير التجميل. وش تقول أنت يا دوب دلال؟ الحقيقة دخول ولدك جلال العالم التمثيل كانت فكرتي، ولا اللي سميته جاي. بس الدوم كان يعصب مين وعمره ما حبك بحياته. صحيح، انت طول عمرك تعجبيني يا منى. وللحين كافي. والحين كل شيء واضح. بليز ساعد بنيتي، الله يوفقك. ما تشوفين قديش انا مشغول الحين. وصل. هلو. يا هلا. مرحبا جوها. مرحبا. وين مرشحك اللي تقول عنه؟ هذا هو جاي. جاي. وهذه ام منى. اهلا. تشرب شاي؟ ابغاك بكلمه. هذا الشاب ضعيف وقصير مثل السباجيتي، ما يصلح للتمثيل. وش اللي تقوله يا بدر؟ ما أمزح. أمير خان، سلمان خان، كل النجوم اللي نعرفهم قصار. هذا الشاب مناسب. مناسب؟ متوكد؟ إن لبسه كعب عالي. اسمعني يا بدر، أنا قضيت سنين كثير في هذا المجال وأقدر أعرف الموهبة. النجم لزوم يكون مستعد. متوكد؟ إيه. شايف البنية؟ شق القمر مثل طير الوروار. راح ناخذ لبنيها مع أمها. قلت ليها أنت وبنيتك برقبتي وهي وافقت. الحين تشوف يا مدام، تعال أنت وهالعصفورة. تعالي. وقلتي جاي. بنيتك هذه محظوظة. اسمعيني زين الحين، راح ناخذ بنيتك مع الشاب الحلو اللي هناك. وش اسمه؟ جاي. Good name. وش اسمك يا شحرورة الوادي؟ عروب. عروب بنيتي. ليه عصفورتك ما تغرد؟ هالمكان ما هو مثل زمان. ما تغير شيء. المكان مثل ما هو ما تغير. انت ما تفهم شعوري، لانك كل يوم هان.
المكان تغير. كنت أحبه وكان أحلى زمان بكثير. جوهر، مطلوب من الشخص مجهود كبير ليصير ممثل زين. أنت بعدك تحب التمثيل. تشتغلي بمسلسل؟ أنا أعرف شركات الإنتاج مليح. صحيح. ها، ما يدورون على أشكال حلوة تقدري تلعبي دور الحماة. مو شرط تصيرين نجمة كبيرة. وكاد راح تكونين نجمة ببرامج الطبيخ. وبعدين ما سوى الفكر الفاضية. طموحي بس شيء واحد، أريد ابني يصير نجم. أنت عروب ولا هذيج البنية؟ أنا مو عروب، أنا جلال. ومن اليوم أنت جاي. واليوم أنت مين؟ لينا الغامضة؟ اطلع من الأصوات اللي تتخيلها في عقلك. رفعت هذه الأيام ما تطلع صوت. نصور تزامن الصوت بكاميرا بيقل ونوفر مشكلة دبلجة الصوت. قلتي دبلجة؟ وهي اللي خلتنا نطور طريقة الحكي اللي نحكيه؟ كنت أصحح كل أخطائي والناس تفاجأت. كنت ولد عجوبة. عجوبة؟ وش اللي تقوله؟ كنت شخصية كرتونية مثل القرد اللي يمثل بطريقة معينة. كنت أبي أضربك كف لما شفتك تمثل الميلودراما ورا الكاميرا. كانت أمي تظل واقفة يا مرشدتني. وش تعرفين عن التمثيل؟ أنا فزت بجائزة وطنية. أنت وش عملتي؟ وش؟ وش يعني؟ أنا يحلم بي ألاف الشباب كل يوم، لكن أنت ما رايح بيوم يحلم أحد بمايع مثلك. أنا ما راح أتركك بسهولة. علمني أخوي إنك أنت المدير هني. برايك راح يرفض المخرج إن طلبت منه شيء؟ أنت بارك لبنيتي وبس، راح نعمل أي شيء تريده، أنت بس اطلب. أنتو من؟ طبعاً أنا وبنيتي. أوه، بنيتك مزيونة حيل، لكن أنت أزين منها. بس أنا راح أرافقها. أوه، أنا بحياتي ما شفت أم مثلك ولا حتى بفيلم سينمائي. خلنا نتدرب، أنا حفظتي. أنا ماني فاهمة شيء، شنو هذا؟ محادثة بين شاب وبنية. ما بعمرك عشقتي؟ ما عندك حبيب؟ لازم يكون الشخص مخبل ليمثل دور مخبول؟ يعني اللي تمثل دور عمية لزوم تكون عمية؟ لا ما قصدت، ما أدري شلون أشرح لك. يعني شلون أفهمك؟ إذا قدرت أشرح اللي أقدر عليه من القصة أظن إنه هذا الشيء يساعدك. أنا من أقول لك اعتمد على بدر، لزوم تحط يديك ورجليك بمي باردة. أقول لك شيء، حنا كلنا نعرف عظمتك. شكرا. رفضوا يدفعوا لك عمولتك وانت رفضت هاي الصفقة صح؟ أبدا. عادي ولا يهمك، مرة ثانية حكيتهم أحسن لك ما تسيء التصرف مرة ثانية. ماشي؟ ألينهم كلهم يكذبون علي. إهدى. بدر مجموعتنا حلوة. ألينني حزين ومعصب، أنا عامله مثل أبوي لكن هو يصدق اللي يكذبون علي. بدر اسمعني، حنا نفس العمر، وإيش علاقة الأب والابن؟ يا أخ فوزي يكفي تكفى، هذا العجوز ويانا من مدة. ها فهمت، وهو جزء من شغلك. ما هي مشكلتي، أحكي لي وإيش المشهد حق الأوديشن. مشهد الخطأ ومن ثم الاعتذار، اللي حين تمسك البنت الشاب متلبس. وصفت المشهد بطريقة عجيبة. أوقات يا سيد أحس إني مجبر أفكر، وش يعطيك الحق؟ نحت الأرواح، لكن ما أعرف وش هو بالضبط. نحت ذا اللي تتكلم عنه يخلج صورة حلوة مرة.
كلام، مجرد كلام. حلو، لكن ما له معنى. يلا خلنا نشتغل. بي عندي هذا الموسم تفاحة حمراء من اللي يحبها قلبك، استفيد منها. وهل أنا طلبت رأيك بالموضوع يا بدر يا الأثول؟ أنت ما فهمت ملمح كلامي، أتكلم عن ابنية يا العفن. أنت يا سليم راح تكون قدامهم كلهم وتروح من هان بالدراجة، وأنتوا راح تركبوا الحقود أحسب دعسة، أوكي؟ أنا جاهز، أوكي؟ جاهزين؟ استعدوا. قلقانة بلي سبب؟ بعمرك ما رح تفهمني. صحيح أنا ما فهم شيء، حين تريدين الزوم أحكي معك بحنان إن كنت أريد أو لا، لكن حين أكون أريد منك شوية حنان تبعديني. لكن أنا أحبك. وش بيك اسكت؟ شايفة؟ شايفة؟ هذا وقت السواليف الفاضية؟ من شايفني قلقانة كثير؟ حين خبرته عن تجربة الأداء ما استأنس بهالشيء أبد، بس بيوم ما كان يقول لي لا يا جوهر كنت ساكتة وأفكر. ما كمل دراسة بس ما انزعجت من هالشي، بالليل والنهار اشتغلت لجل وفر له المال، وكنت متوكدة إنه بيوم رح يرجع لي اللي دفعته. كان عندي أحلام وأفكار تخليه يرجع للتمثيل، لكن أشوفه ما هو سعيد. وش بيه برايك؟ عروب كبير الحين. ما هو عروب، اسمه جاي. جاي أنا ما اسمي جاي، أنا جلال. جلال جلال، ما تفهمين؟ لو ما بتصدق اللي بقوله يا حبيبي، هذه مضيعة للوجه. لو ما توثقي بي مستحيل. بليز قلت لك اتركني. اوثقي بي يا ربي، هالكلام ذا وين فيه بالنص؟ مو معقول البعدة. وانتي ماني فاهم، لو ما تصدقيني تركني. قلت لك تركني، ما بي اتكلم وياك. شكرا. على ويش ما تصدقيني؟ بليز تركني بروحي. البعدة بليز، عطني السجاير. بليز قلت لك تركني بروحي. مسيتشينا هالبنية الحلوة، يبدو انها ضيعت. عمرك جيتي الهان؟ بعمري ما كنت ابي اجي، لكن امي
جابتني مع هالهان بالغصب. إذا ما كنت تحبين الأفلام شلون أنت بتمثلين؟ بس أنا ما بأمثل. نعم؟ ما تريدين تكوني محبوبة الملايين؟ فتاة الأحلام؟ أنا أبي أدرس العلوم، وجدي كان يريد هالشي بعد، لكن أمي ودها أمثل وأنا ما أحب التمثيل. أنا كل يوم أشوف فيلم، أصرف كل مالي على الأفلام والسهر، تفهمين قصدي؟ أوعديني إنك ما تضحك إذا حكيت لك سر، أنا كنت نجم كبير، كان عندي غرفة مكياج خاصة بهالستوديو بالماضي، 19 فيلم قبل مصير 8 سنين. بأول فيلم مثلته مثلت دور ابن العم جواد اللي كانت تهتم بي عمته، وحبوا بعضهم بسببي أنا. وبالفيلم الثاني مثلت شخصية رجب طفولته. ما تصدقين اللي أقوله؟ مثلت دور وليد بأول 4 أفلام، لكن بعدها تغير كل شيء بالتمام وتحولت لعروب. السيد جي تحول لعروب. أنت كنت تمثل أدوار بنيات؟ مثل ما سمعتي ونجحت بدور عروب. عروب صارت كل حياتي. يعني أنت ما تعلمت؟ كانوا العيال يضايقوني، وكنت أكبر يوم بعد يوم، ووقتها وقفت أدوار البنات، فصخت الباروكة ورحت المدرسة. يعني تحب التمثيل هالقد؟ أمي اللي تحبها. ما حدا عنده حس التمثيل، الرشاوي تدوم أكثر. خد قلبي يا حبيبي، خد قلبي، خد قلبي يا حبيبي، خد قلبي، كبير هو الوهم. بريك غدا. إن اختارون إحنا الاثنين غير نصور بمكان مثل هذا، ببيت بعمره ما يكون بيت، راح نمثل هناك. نمثل؟ لا يمكن يقبلوا بي، مستحيل إني أحفظ مثل هذه النصوص الصعبة. خلنا نعلمك، حوارات البنيات أقدر أمثلهن زين. لا، ما أريد أصير فتاة أحلام، كل اللي أريد أني أطلع من هالمكان. أبي أروح البيت الحين. ما تقدري تروحين، وهم السينما تملكك بالكامل. بليز لا تخوفني أكثر. لا تخافين، أنا معاكي، أنت بنت زينة، لأنك ما تطنصتي علي. لوين رايح؟ ليه انت تلاحقيني وتضايقيني؟ انا ما ضايقك، انت اللي ناديتني. انا ادري انك ما انت هان، وهم. كنت هناك والحين هاي. وش هو اسمك؟ كافي، انا مليت من هذه اللعبه. انت بلصل، ما قلتي لي وش هو اسمك؟ هذا يعتمد على ايش انت تبيني اكون. اختار، اقدر اكون اي احد.
الاسم اللي اخترته نورهان. كنت دايما نورهان في الحقيقة، لكن للأسف انت ما عرفتني وما رايح تعرفني أبد، لأنك ما تقدر تطير. عساس يعني انك تعرفين؟ تعرفين شلون تطيرين؟ ليه تصرين على هذه المراوغة؟ انتي ما انتي حقيقية. انا شبح مش حقيقة. انت شب او بنية؟ انتي فنانة ولا سراب؟ ميولك ما هي طبيعية. ياه، دخلتينا بهذا الصراع مرة ثانية. ولو كانت ميولي ما هي طبيعية، وإيش يعني؟ ما أقدر أكون عاشقك؟ الحب يحلق بلي جناح. قبل شوية أنت كنت تخدع هذيك البنية، ما تخجل؟ أنا ماني بحاجة أثبت حالي قدام أحد، وهذه البنية بريئة. نظرها هي بريئة، هذا الشيء ما رح يكون عندك أبد. أنت حتى ما تدري إذا كنت وليد ولا بنية. وليه قلقانة بأمري؟ أنا مهتم برأيك. اسأل المشاهدين، وإيش رأيكم؟ هذه القصة أنا هو البطل والمشاهدين. قلي أنت مع مين كنت تتكلم؟ أنا أحتاج شوية وقت، شوية وقت وأرجع. ما تقلقي، راح تمثلين في هذا الفيلم. شوفي جابولنا غدا غير عن الكل، الباقي جاب لهم فاست فود. يما كلي شوي شوي. لويش؟ رايحة تنخنقي من العظم. مالك شغل؟ صحيح جاي ممثل معاكي بوقاحة. أتقشمر وياك. أنت تجلس هان وأنا أدور عليك في كل مكان، شو تسوي هان؟ لا تسولف معي، أنا متضايق الحين. عندك مشكلة؟ مو قادر أعرف الشاب اللي جاء خربطني. الشاب اللي جاه اليوم للتمثيل وانت قابلته؟ ايوه، هو يقول انه عروب. الحين فهمتك سليم، هذه عروب حلم حياتك. عندك قصة حب وما تقول لاخوك الاكبر منك انا زعلان. هذا الكلام ما هو صحيح، سد حلقك، الموضوع ما هو كده، ما هو من اليوم، صار من زمان. كانت أحلى لحظات حياتي. انسى. اسمعي، تعالي شوفي الاستوديو. يلا يلا روحي روحي. تعالي يما، ما اريد اروح. ايش فيك؟ روحي انتي، خليكي هان وما راح نطول عليكي. ارجاكي ما تخافين، انتي مع بابا بدر ترى راح اراويك الاستوديو. انا نحطيتك براسي، اوعدك تصيرين نجمة. كل اللي يثقون بي ما يتندموا. يلا علامك يا بنت، ليه انت خايفة؟ كل اللي اريده اني اوريك الاستوديو بس يا بنت. اسمعيني وما راح تندمين. ليه تعامليني تقول اني وحش كاسر؟
حين تصيرين نجمة راح تصير صورك بكل الجرايد. اسمعي. ما تروح يا ولدي، ما تروح، ترى إذا رحت ما ترجع. عروب ما تخبي هناك، ما تروح. أريد أقابلها، أريد أقتلها. مكياجي. لا، هذه غرفة مكياجي أنا. أنت النجوم لكم أماكن خاصة. تضايقك ريحة البانكيك بحلامك؟ أقدر أحط الكحل داخل عيونك؟ حبيبتي، أنا مستعد للموت لأجلك. أنا سليم. أحبك سليم، أنا أريدك. أنت فاهم الموضوع غلط يا سليم الحين. وش جاب الحمرة هذه بيدي؟ ما تحاولين، مو أنا، هذه هي. ما تقومين الحين، أنا أريدك وماني قادر أبعد عنك. أريد أشرح لك، أنا أريدك عني يا سليم. أنت فهمين ويش يعني أريدك؟ أعطيني حبك. لا، مستحيل مستحيل يا سليم، لا تمد يدك علي. ما أريد أضيع أقول الفرصة. لك يا سليم، ابعد عني يا سليم. أعطيني حبك سليم، حبة واحدة. انت فاهم الموضوع، يكفي تمثيل. تعرفين اني الشخص المناسب لك هروب. اقول لك اترك، اترك يا يكفي. سليم اترك، قال انك عنيدة وما ينفع معاك غير القوة. اقول لك اترك، ابعد عني. سليم تعالي. سليم انت لزوم تعرف انها هي السبب. تظنين انك تمثلين دراما؟ انا علمك تمثلين دراما الحين. تعالي سليم. هروب. أرجوك يا سليم، تكفى يا سليم، تكفى يا سليم. أنا فرجيك الحين. هذا دلوع ولا شب؟
ما عرفك أبد. وأنا بعد ما عرفك. هذا مو ذنبك أنت، هذا ذنبي أنا، هذا كله وهم. مو أنت الصغيرة عروب؟ قلت لك اسمي جلال باسل. كنت من أكثر المعجبين بيك، كنت ممثل بارع، ما كنت أعرف أنك رجال. مو صحيح، أنت تعرفيني وتعرفين زين ليه أنا جيت هان. أنا الممثلة الرئيسية بالفيلم اللي جاي تتقدم له، يدورون على وجه جديد. تظن أنت هاي الشخصية؟ لكن هم يدورون على شخص. أشوفك نورهان. رح تحضرين الأوديشن؟ رح أجي كل ما تريد أنت، ناديني حين يجي دورك. وين اختفيت يا ولدي؟ دورت عليك بكل مكان. علمني، انت بعدك ما اكلت؟ وش صار؟ جاي؟ انا اكلت يا مدام منى. وش قلت؟ وش بيك؟ انت زين ولدي حبيبي، انا وياك ما يهمك شيء، ما يهمك شيء. أستاذ قمر، وش تقول؟ شكرا. أشكرك نورهان. أكشن. أنا خايفة كثير، أنا نسيت كل شيء. ما هي مشكلة، رح أعطيك كيو. ماني متذكرة أي شيء. أول حوارك يقول تركني بحالي، هذا اللي لازم تقولينه. ما هم متذكرين النص. يلا يا أليشا. أنت ما تصدقيني؟ سبق وقلت أنا ما أقدر أتركك. الموضوع بالنسبة لينا موت أو حياة، وأنا أريدك. سمعين، أنا ما أتركك لوحدك. حلو، إذا سمحت خلنا أروح، خلنا أروح من هان. ما بي أبقى، خلنا أروح، خلنا نروح. مستحيل أخليكي تروحين، مو من حقك تلعبي أبد بأحلامي. لزوم توافقين. مشهد ممتاز، أجمل من الخيال، روعة مرة. أستاذ، وش لزوم هذا التصرف؟ اللي شفناه مشهد صادق، أكلوا عقلي بتمثيلهم اللي يقطع القلب. الاثنين ينسجمون مع بعض، أبدوا الشخصيات ببراعة فنية طبيعية. خلدوا الشخصيات يبا. ذو رأيك مهم؟ أنت الشخص اللي قرر؟ عفواً أستاذ، أنا تحركت مشاعري، أعتذر إذا جاوزت حدودي، أقصد أني ما قدرت أمسك نفسي، والباقي يرجع لك. كنت بارع. لا تواخذنا. لا لا لا، أنا آسف على المقاطعة. خذي أول مرة يحصل معها هاتشي دي. انت يبا كان معك حق، هي فعلا صغيرة وحلوة مرة،
والله زوجك ما ابو شيء يا بدر يا الاثول. تقدر تروح مع امها لانها تحسسني بالجيش عريره. هي بخير؟ كان تمثيلك يخبل. انا فخوره بك وايد حبيبي. اسف على المقاطعه، وايش كنت اريد اقول لك؟ حبيت شغلك زين. شكرا. الحين يا حبوب اذا دريوا بحقيقتك رايحين يتفاجئون. زين انت مبدع. وبنيتي راح تشتغل. زينة، لكن اللزوم تشتغل على روحها اكثر. اكيد تشتغل اللي تريده سيدي. ماشي اللي تريده، ما عليك. ماشي ماشي ماشي. اريد اقابلكم انتو اثنين باكر في مكتب. شكرا سيدي، انت لطيف جدا. الحين دوم رايحين نلتقي. عفوا ابى اقول لك شيء. لكن انا قلت باكر. اريد اقوله الحين. احنا نعرف انك الافضل جي. قال لك باكر، لا تضغط عليه. ما بي مشاكل، ما بي مشكلة. قول وش تريد الحين. أرجوك رح يسمع كلامك، اطمن. أنا وعدك إنه رح يساوي اللي تريده. أكيد عروب نجحت صح؟ أكيد نجحت، وبدر رح يشرح لكم الباقي. يا أستاذ عادتك الدائمة بالمقاطعة، بتقدر لو سمحت إنك تغيرها؟ شكرا. وإنت وش كنت تقول؟ أريد 5 دقائق من وقتك بليز. ماشي انت بروحك. ماشي حلو. وتريد من البقية يغادرون المكان؟ جي لازم نعود. ايه وانت بعد روحي. ويش الحين؟ انت لا، اريدك معاي. لحظة واحدة بدر. نعم. خلي الكل يطلع من هنا. اوكي. باكر نشوف صورهم في المجلات، ورح يقولون الناس يحبون بعض، وبعد ما تزيد الإشاعات رح نزوجهم لبعض، رح يصيرون أشهر ثنائي، وأنا وانتي بعد. اخرس يا غبية، في فرق بين اثنين. بنتك انت جيت تبيعيها هان بتشبهيها لولدي؟ أفعليك روحي انقلعي من وجهي. مالت عليك. مرتاحة الحين؟ أها. قول اللي عندك. علي هساس اخترتني، أنا ما أعرف أمثل. ماكو مشكلة، تراك أزعجتنا. تكفى ما توترنا بمسحك الماسخ يا صبي. انتظر، أنا مو قادر أفهم قصدك، بتقدر تشرح لأكثر؟ هالبنية هاللي كانت معي خربت المشهد كله، كنت أستر على ضعف أدائها وما قدرت أوصل الحس المطلوب. لازم تعرفون هالشي، هي ما كانت تمثل. ما قدرتوا تلاحظوا؟ قلت لك هذا الشيء. لزوم نعاود الاوديشن. اسمع، هو قاعد يضيع الوقت بمكره وكذبه. لزوم ياخذ فرصته. قلنا يا جاي وش تريد؟ اريد اعيد تمثيل المشهد مره واحده. ماشي ابدا. تريد أعطيك الكيو؟ أنت تساوين السحر اللي أحتاجه. فيك. انت مو مصدقيتني يعني؟ وليه ما تصدقيني؟ انا ما اقدر اكذب عليكي. ارجاك يا فيناش اتركني اذا سمحت. ما اقدر اتركك وامشي. هذا اللحظة حاسمة بالنسبة لنا. سمعيني زين أليشا، أنا ما أقدر أتركك، أوكي؟ مش قادرة أتحمل أكثر. حاسة حالي مخنوقة. اتركني إذا سمحت لفيناش، اتركني لحالي.
لا تنتظرين مني إن سامحك. مالك الحق إنك تلعبي بأحلامي. الزوم توافقين؟ زوم أوافق؟ على ويش أوافق؟ أوافق إن الحرمة هي الإلهام اللي يشجعك، والخدامة هي اللي تحميك من هذا العالم الأسود البشع اللي أنت عايش فيه. ويش تظن إني غبية؟ أكيد أنت غبية، ولا ما شكيتي بعلاقتي مع المدام اللي تشتغلين عندها؟ المدام؟ أنت تعرفها زين؟ تعرفها من الحفلات ومن الجولات اللي تشتري بيهن الهدايا لجلك، وبلي مناسبة بعد. للحين أنا شم ريحة العطر اللي قدمت لك إياه هدية عربون محبة. يكفي أفيناس، تركني أفيناس، مريدك مريدك. أريد أمثل دور أليشا. وإيش تقول؟ دور أفيناش ممل وله بعد واحد. هذه ما هي مسرحية شارع. بفيلم بالكيز هاري شاندرا سالونكي مثل دور بنية، أول فيلم هندي رئيسي. وتتكلم عن الأفلام القديمة بعد؟ يحليلك. اسمع، بهذا الفيلم دورك هو أكبر دور وأكثر دور معقد بعد. شاب عليك بين صبية صغيرة وحرمة كبيرة وتوقع بمشكلة عويصة. أنت ما تعرف مين أكون؟ أنا تفوقت بدوار البنات. الأخ دلوع لو مايا. مثلت دور عروب الفائزة بالجائزة الوطنية. الطفل عروب؟ أنت عروب؟ هذا مستحيل، كانت بنية. أريد أدخل. منى لا، أبي أعرف وش يصير. هذا تصرف مو زين منك. هم يتكلمون مع بعضهم من مدة طويلة. الصبر مفتاح الفرج يا منى. أنت ما تدري شيء عن هذا الغبي ولدي، يحول الشيء اللي لصالحه لا شيء ضده. أريد أدخل. منى منى منى، تعال ها. قل لي ليه تأخرت للحين؟ أنت أكيد جنيت. تريد مني أخلي صبي يخرب نص الوهكل هذا يا ربي؟ أصبي انجن، انجن بكل بساطة. موهبة زينة لكن ما بي توجيه. أحس إنه ضحية وما هو مذنب، ضحية. نقول مايا لكن ما هو واضح. نقول طنط. وش قلت لهم يا غبي؟ قلي. دقيقة دقيقة. قول. أمك قلقانة عليك كثير. منى خلينا ناكل. قول ليه ما تحكي؟ تكلم، وش صار بالداخل؟ اختاروك له؟ لا لا. وش تقول؟ سمعتيني. لا تشذب علي، لا تشذب علي. أنا بذني سمعته وش قال لك، وش الغلط اللي سويته. منى أكيد لبخت بالحكي. انتظر. قول لي يا جنان وش عملت. اتركه. اصبري خليني أكلم الولد. هدي أعصابك شوية منى. ودك تقتل الولد؟ راح أعرف شو صار. اسمع يا نذل، ما راح أخليك تدخل البيت، فاهم؟ ودي أعرف الحين، قل لي ليه غيروا ما اختاروك؟ ها؟ غبي، منت ولدي. عملت اللي كنت تعلمين عروب تعمله بهذيك الأيام. مثلت دور بنية. ابعد عن وجهي. Liberame, liberame, domine.
وين رحتي يا منى؟ دورت عليك بكل استوديو، وين اختفيتي؟ وين ولدك؟ ولدي مات. وش؟ منى، منى. يا الهبيلة، انت هان طول الوقت، مهما ساويت ما رايح تصير بطل، لكن حبيبتي رايح تصير بطلة. اسمع زين، انت جيبها عندي وانا خليها بطلة. انا توني دافن عروب، مسمح لك بهالهرج. عروب مستحيل تموت. اليوم الصبح قلت انك بتشرب، خل نروح نشرب سوا، يلا. لكن بعدين لزوم تعطيني عنوان حبيبتي، يلا. أقدر أعطيك عنوانها، لكن تدفع حق المشروب. اركب اركب. ما عود للحين، وين راح وين راح؟ ولدي ولدي، حين يعود راح أطرده. ما تم معاناتي مثل أبو بيتر النذل، ما لي أي اعتبار. يا المهبول، انت تشرب اسرع مني. انا اشرب مشروب محلي، لاني ما اقدر على هذا المشروب الغالي. لما ودك تشرب كلمني باي وقت تريده. تذكر كنا نملى كاسات الشاي بقطرات المطر النازله؟ كنت اقعد في المطعم وظل اتذكر عروب طول الساعات والدقايق. من أسأل؟ وين أدور؟ ما قدرت أعرف مكانها. لكن الحين أنا لقيتك، وأكيد راح تقولي وين أختك. عروب ماتت، هي كانت معانا، أنا منكر، لكنها الحين ميتة. هذه البنية ماتت فجأة يوم جلال كان يروح المدرسة، كانوا يعايرونه، لكن عروب له ما راحت المدرسة أبد. بعدها كبر جلال وصار رجل، لكن عروب ما كبرت، عروب ما وصلت البلوغ، عروب ماتت وهي صغيرة. جلال كان أناني، يمتع بروحه ويحلم بالبنات اللي أجسامهم زينة. جلال نذل، أمه تعانيه منه. عروب كانت حب حياتي. عروب كانت ولد، وش ما كانت ظل حياتي. أنت الحين تلعب بعقلي، ما أقدر أتحمل. وهي بعد تساوي نفس الشيء، هي موجودة بالحقيقة. منو؟ نورهان اللي أشوفها وقابلها، دوم تلاحقني، ممثلة مشهورة وتلاحقني. تعرف هذه الممثلة؟
لويت الحقك انت مخبول، تعرف هذا الكلام؟ تعرف عدد النجوم اللي لحقونها؟ الواضح انك ما تعرف شيء، تقول بس. انت قل لي سليم، انت تعرف نورهان؟ اعرفها، اشتغلنا سوا بافلام كثيره، حتعرف وين تسكن بعد. خذني البيت هالحين يا سليم. وايش يريد مني؟ يريدني اظل اهتم بابن الست مهدية الغبي واتحمل ثقل دمه طول عمري؟ ها؟ واظل اكله واظل انظف الوسخ من تحت طول الوقت؟ ونسي كيف كنت وشو عملت؟ انا اللي مثلت اهم الادوار. 200 ليلة وانا مثل دور كناري. الأم اللي تحكي قصص أولادها المية البطولية من غير ما تعرفهم. كانت كناري محظوظة لأنها ما شافت أولادها حياتها بعينيها، كانت محظوظة. انتظرني هان، أريد أشوف نور هان. انتظر لحظة. اسكت سليم. أريد أشوف نورهان. المدام ما تقابل أحد بالليل. إيه هي تعرفني. أنا علمتك. قلها أني موجودة الحين، قلها. اتصل إذا بها. إذا سمحت. المدام ما تقابل أحد. أقول لك اتصل. طيب بها. قلها أني هان. مدام في شخص ودو يقابل. قلها جلال. هذا الوقت. أعتذر، هو يقول أنه يعرفك وأن الموضوع وايد مهم. أقول لك هات. من وانت؟ انا جلال. عطني التليفون. هذا انا. التليفون. جلال. عطني التليفون. اقول لك انا جلال. هد من يدك. اي ما عرفتني، ما عرفتني، تعرفني. اطلع برا اذا سمحت. اطلع برا. لا ولا كلمة. مريض اطلع. يا امل مريض اطلع. طلعوا برا. لا تخلوا يغلق. انا بطلع. اريد اقابل نوران. ما تعمل شيء، لا تحمل المسؤوليه. وش تعمل؟ تعرفني يا سليم؟ نوران تعرفني. اقول لك اهدى. تقول لي انا ما تعرفني يا سليم؟ كيف يتصرفون هذول المهابيل؟ سليم تعرفني يا سليم؟ أقول لك تعرفني. تعال. يا ما قابلتني يا سليم. تلاحقني دوم. قلت لك ما تتورط مع هذول صح؟ أقول لك يا سليم أشوفها كل يوم وكل ساعة. اهدى. خل نشرب بعد. أنا جلال، شلون ما عرفتني؟ تعال اركب اقعد ورا. يلا. وقف هان، أريد أقضي حاجة.
قل لي وش تريد تثبت يا بي؟ أعرف يا بي يدري أحبه. عروب أنت تخدعني. كيف يا عمري أخذ بوسة واحدة بس واحدة وصل موجود أحبه؟ كيف يا عمري أحبه؟ كيف يا عمري بس واحدة أحبه؟ كيف سليم؟ أنا جلال. جلال ما يهم إذا كنت أحبك جلال أو عروب. وإذا كنت كذبة وأنا بعد كذبة. سليم سليم وش اللي تساويه؟ أنت مجنون يا سليم. أنا جلال، أنا جلال مو عروب. عروب ماتت، افهم يا سليم، صار لعقلك شيء؟ أنت مجنون. انسى عروب يا سليم، مستحيل تكون لك. انا جلال وجلال مستحيل، مستحيل يكون لك يا سليم، مستحيل. كنت صاحب الوحيد حقير. يا ربي يا ربي لا يصير بي كل هالشي يا ربي. لا لا أعتذر يا زيزي، أنا تعبان كثير. حبيبي هزام، شوف ويش صار. هذا الشي عاجبك؟ لا يا زيزي، لا تبكين علي، الذنب ذنبي. لو كنا هربنا ما كان صار هالشي. زيزي أدري أني أنا المخطي، لكن أنا بورطة كبيرة. ابعدي من هان، انت حتى ما تعرفيني. يا مخبل، هذيك مو انا. الويش رحت تدور علي في بيت ناس حقيقيين؟ الصوت اللي سمعته ما هو صوتي. انت حقيقية؟ شلون تشوفني انت؟ انا ما ادري، ما عرف اي شيء. لو ايش عاد تسأل يا جلال؟ اسمك جلال باسل، استاذ جاي، بيبي عروب، من انت فيهم؟ انا ما اعرف. لعاد لو ايش تبي تعرف مين اكون؟ ما عدت بعرف. كل اللي اقوله هو نسيج من خيالك. انا في الحقيقة مش موجودة الا في خيالك. والوهمة خلتيني احبك، الوهم نعتيني. هذا هو اللي تستحقه. انت عقلك مشوش لهالسبب تبي تحبني. الكل يشوش بعقلي، امي وانتي وسليم، كل اللي ابغاه هو النطير. كنت ادري انك رايح تمثل دور اليشا زين، وكان زين. انا مريد امثل مرتين ثانيه، ولهالسبب مثلت بهالطريقه. كان ممكن يكون احسن، لكن في بنيه متخبيه في داخلك، لزوم تعرف هالشي. وانتي لزوم تعرفين انا اكره التمثيل، والويه لازم أثبت حالي. أنا قتلت عروب. الحقيقة الحقيقة ما بي شي غير الحقيقة. Thank you.
بعد يدك عنه. ما رح تقدر تطير أبد. رح أثبت لك إنك غلطانة. يما أنا جيعان. يا نذل وين رحت؟ أوعدك يما هني ما زعل كبد. ويش ما متت ها؟ وما خاف ربي كان أجهضتك. ليه ما متت؟ وإذا متت يما شلون تعيشين؟ ويش صار بعالمنا الصغير؟ أنا وإنتي وبس، ما أريد الشهرة ولا المال ولا أي شيء أبد. أريد أعيش أنا وإنتي وبس. ما تريد الشهرة؟ ما تريد الشهرة ها؟ يما الوين رايحة يما؟ يما يما انت ولد يما وش صار لك يما؟ وش اللي تسوينه يما؟ معك حق، انت معك حق. ليه يما؟ لكن كان شكلك زين. انت معك حق، يما معك حق. انا اللي غلطانه. ليه ما تخنقين انت دور شاب؟ انا غلط. انت معك حق، تقدر انت تكون انت ما انت بوعيك يما. انت معك حق. لا يما لا، تقدر الحين تمثل دور عليشة. لا يما مو من جديد. انا غلطت، انا ما كان معي حق. رح اجيب لك هذاك الدور، رح احطل لك مكياج ورح تكون بنت حلوه كثير، وقتها رح تقدر تمثل اي شيء تريده. اي شيء تريده. لو نسيت ان ولادي ده يما قومي يما. ما انت بوعيك، انت مجنونه. حبيبي حبيبي أنا غلطت بحكك، هذا خطأي الغبي يا حبيبي. لكن حين كنت وليد صغير ما كان مبين إنك راح تكون رجل، ولما صرت عروب اختفى كل شيء عندك، وحتى ما كان بيه شعر على صدرك ولا على إيديك. ليه؟ والحين ما بقي عندك شيء. هالحين ما بقي عندك شيء. ما عندك شيء. أنت ما عندك شيء الحين. ما عندك. ما أنت ما تعرفين شيء. أنت ما تعرفين أي شيء، وما تعرفين العذاب اللي تعذبته. تعرفين شلون استغلوني؟ تريدين أثبت لك إني جلال؟ إني جلال ومو عروب؟ تريدين أثبت لك هالشي؟ الحين أثبت لك. وإيش تريدين أكشف لك بعد؟ لا لا لا. ليش تصرين أكون بنية؟ كل هذا من أجل المال؟ قتلتي كل شي بي يا يمه. كل هذا بسببك. جلال، أنا دايما كنت لصفك، دايما لصفك. أنا آسف، ما قدرت أساعدك، ما قدرت أنقذك. يبا سامحني. أنا أحبك يبا. وأنا أحبك. أنا بعد أحبك. يا ولادي. ماما، will you mend my way؟ ماما، it's the end of the day. Mama, when the deed's been done,
am I still your son? Will you open your eyes and see? Will you simply forget and let me be? I learned to walk, I learned to fall. I was up against the firewall. Memories of the day still hold a sway. There was simply no other way. How I wish I had my wings to fly away from mere mortal things. Mama, will you let me try? Mama, will you let me try? Mama dear, please don't cry. Yeah.